ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهاردة. وصلنا دلوقتي لفقرة الستات بتلعبها صح. زي ما قلنا لكم لسه بنكمل معاكم موضوعنا عن كرة القدم النسائية، بس دلوقتي مش كلام بس، لا معانا ضيفة اتحدت كل الظروف وطبيعة الحياة اللي نشأت فيها في مجتمعنا، واللي كان صعب جدا نشوف بنت بتلعب كرة قدم، ما بالك بقى لو البنت دي من الصعيد قررت انها تكسر كل الحواجز وتعدي، وقررت انها تدخل جول في كل العادات والتقاليد اللي عايزة توقفها. بدأت مشوارها من وهي طفلة عندها 5 سنين، من اول مرة لعبت فيها كورة مع اخوها في الشارع حست ان الكورة دي هي لعبتها، وتعبت واجتهدت لحد ما نجحت وكرمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرموا انتصار السيسي كأول مدربة كرة قدم للرجال. مش بس كده، الاتحاد الانجليزي كمان لكرة القدم اعتمدها كأول محاضر مصري في اللعبة. مشوارها لسه مكمل، انجازات وحكاوي كتير. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع لحضراتكم. زي ما شفنا مع بعض منورانا في الستات بتلعبها صح الكابتن فايزة حيدر، أول مدربة كرة قدم للنساء. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. فيديو حقيقي مشرف جدا جدا. لا شكرا، ده من ذوقك. منورانا يا فايزة. منورانا يا فايزة اللي عاملة شوية أرقام. أنا عايزة بس من الأول. أنت أول حاجة كنت بتلعبي مع أخوكي. ده المفروض يعني. احكي لي بقى البداية. البداية لعبت في الشارع مع الولاد، وده كانت ظاهرة الناس بتشوفها يعني حرام وجريمه وسعيد كمان وسعيد والناس بقى تقعد تقول ايه ده، اوعوا تلعبوا معاها، دي وحشه، دي نوتي والحاجات دي. بس بعد كده بقى الشارع طبعا كل الولاد كانوا بيتخانقوا مين هيلعب مع فايزه اللي لعب معاها ده النهارده، لا مش هيلعب معاها بكره او الماتش ده، الماتش الجاي هي معانا. لا فانا دايما ما كنتش صاحبه الكوره لان ما كانش معايا فلوس طبعا اشتري الكوره وقتها. والخناقات بقى فايزه هتلعب مع مين النهارده، والحمد لله كانت موهبه والناس كانت رفضاها، وخاصة أهلي يعني، كانت مامتي وعيلتي وخالاتي والشارع والمدرسة، كل الناس كانت بتنتقد الفكرة. ماشي يا فايزة، بس أنت كنت بتلعبي طبعا في الشارع وأنت صغيرة، كنت بتكسبي وتاخدي فلوس، تعملي بالفلوس دي؟ نصح الله. أيوه. ده كان كام سنة؟ ده كان عندك كام سنة وأنت بتعملي كده؟ يعني كان 7 سنين، لأن وقتها دخلت المدرسة وكان عندي مصروف، ودي الطريقه اللي كانوا الولاد بيقبلوا يلعبوا بيها. أوكي. يعني اللي هيلعب عشان يلعب بيبقى مثلا كل واحد يلعب يحط شيلن يحط باريزه وقتها يعني. فكان صعب جدا ان انا اقدر اعمل كده، وما كنتش ببقى عايزه اكسب الفلوس، هي الفكره مش الفلوس، انا عايزه العب. عايزه العب، ومامتي طبعا ما كانتش تبقى راضيه ان انا العب طبعا، فانا باخد مصروف المدرسه اخبيه وما باكلش ما بعملش اي حاجه عشان العب بقى الساعه والساعتين دول وتديهم انت الفلوس. لا باخد انا بكسب. أيوة. انا كده كده بس ما اقدرش بقى تاخد بقى الفلوس، ما اقدرش ارجع بالفلوس لان الفلوس جايباها منين؟ انت واخده تشتري حاجه حلوه او مصروفك، فالفلوس كنت بخبيها في الارض كده واحط عليها طوبه. يعني يمكن انا كنت اتكلمت في تي داكس ده في حاجه في توك في جامعه في مكتبه اسكندريه. الفلوس كنت بحطها بس بنسى انا حطيتها فين، يعني هي الفكره هي مش مهمه عندك بالظبط. انا كان اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اقدر اعمل حاجه اللي انا بحبها. بس لازم برضه تفكري في فلوس، خذي نصيحتي. ما هو دلوقتي بقى خلاص كانت لسه طفله يعني بتجري ورا طفله، انا بجري ورا الحاجه اللي انا بحبها دلوقتي الحمد لله. قولي لي بقى التحول من الطفله الهاويه المحبه لكره القدم لمحترفه في كره القدم. والله ده مشوار كان صعب جدا عليا، والفكره ان انا اوله كنت بروح اودي اخويا عشان يتمرن، اشيل له شنطته وزمزميه المايه بتاعته عشان اديها له، لان المجتمع كله كان رافض فكره ان بنت تلعب كوره. فوانا قاعده بتفرج عليه المدرب شايف ان انا باخد الكوره في وقت البريك بتاعه واقعد اعمل كنترول وزي الفري ستايل اللي كان بيحصل من شويه من البنت واشوط على الجول، فقال لي لا انت موهوبه، ولعبت معاهم شويه، لعبت مع الولاد شويه. بس اتحايلت عليهم قبلها يا كابتن نفسي العب، يقول لي مفيش بنات بتلعب كوره. بس المجرد انه شاف ان في موهبه لا قرر ان هو يدخلني فريق الولاد، وكسبنا فرق ولاد وبعدها بقى دخلت مع فريق البنات، كان نادي حلوان العام. انا من حلوان، نادي حلوان العام سنه 1997 كان اول دوري كره قدم نسائيه، كان في تجمعات للمنتخبات قبلها، واول مشاركه للمنتخب سنه 98 شاركت مع منتخب مصر وانا عندي 14 سنه، ومصر وصلت لامم افريقيا 98. بس ما سافرتش مع البعثه لان انا كنت سني صغير وكان في ناس افضل مني وقتها، والحمد لله وصلت لامم افريقيا مع المنتخب تاني 2016 ككابتن منتخب مصر، واشتراني نادي الطيران من نادي حلوان العام سنه 2003 انا وكابتن سهام فؤاد، دي صديقتي وعشره عمري واصدقاء كتير، والحمد لله كانت اول صفقه تتباع لكره القدم النسائيه سنه 2003.
ولعبت مع نادي الطيران، حصلت على اول بطوله ياخدها نادي الطيران 2005 بطوله الدوري العام. ومسيرتي كملت مع نادي الطيران 18 سنه، خدت بطوله الدوري 2019 وانا مدير فني للفريق ولاعب ما شاء الله. كل ده بقى ما بعدتش عن منتخب مصر الحمد لله. وصلت افريقيا مرتين، دوره العاب افريقيه 2015، كتير يعني من الحاجات. وبعدين انتقلت بقى من نادي الطيران لنادي مستقبل الوطن، ودلوقتي في نادي فيوتشر. يعني بصي مثال قوي جدا، بصي الله الصور تحفه. دي حاجات مع منتخب احكي لنا منتخب مصر الاولمبيات الخاص. الصوره اللي رافعيننا فيها لفوق دي، كنا اخذنا اول كاس اقليمي اتعمل في مصر مع دولة الامارات وتونس، وده اللي خلى رئيس الجمهوريه يدينا وسام الجمهوريه من الدرجه الثالثه. ده درع الدوري العام اللي حصلت فيه وانا لاعب ومدرب 2019 على نادي وادي دجله، وده فريق الولاد اول فريق دربته 2009، وحصلت على المركز الثالث واخذت افضل مدرب على 64 مدير فني كان موجود. وكان دي كابتن ساره حسنين طبعا وكابتن حسين عبد اللطيف. انا محاضر مساعد محاضر معتمد من الدوري الهولندي، دي كان في لبنان، ودي السفاره البريطانيه، ده السفير البريطاني ووزير الشباب والرياضه. وده مباراه وديه كانت مع الاردن في الاكاديميه البحريه في اسكندريه. وطبعا دي مو صلاح كان بيدعمنا قبل بطوله افريقيا 2016، وقد ايه مصر مهمه ونقدر نرفع علم بلادنا. يعني منتخب مصر قيمه كبيره لاي حد، دي رساله لكل البنات، لان انا شايفه ان الناس مقصرين في حق نفسهم في منتخب مصر. رسالتك كبيره قوي النهارده، يعني انت بس مش عارضتي المجتمع، لا انت فضلتي صممتي ونجحتي وكمان بس مش يعني كمان توجهتي ان انت كمان تدربي. نقلتي ده لده ازاي؟ من ان انت بتلعبي ان انت تبقي مدربه. في حد كان طول الوقت بيساندني، كابتن احمد كمال الله يرحمه، ده يعني فضله كبير بعد ربنا عليا، وكابتن محمود مرحومي وطنط زكيه. في ثلاث اشخاص في حياتي عمري ما انساهم. كلاعب كانت طنط زكيه مش سايبه مامتي، لان هي كانت رافضه توديني منتخب وان انا هبات بره البيت. كابتن المرحومي طبعا هو اللي حط رجلي في اول سلمه. طنط زكيه دي مامه كابتن سيام فؤاد، اول محاكمه للدوليه موجوده. دي كانت بتقنع مامتك انها توديني، لان انا ما كانتش راضيه تخليني اطلع من البيت وبتقول ان ده حاجه مش صح. بس هي كانت طول الوقت معايا، وطول الوقت هي امي الثانيه. انا لسه كنت عندها من اسبوع، هي حبيبتي يعني، بقدم لها رساله من هنا، لان هي ساندتني كتير. بحب قوي انا الستات اللي بتشجع بعض. وانا قوي قوي بحب قوي الستات قويه، بنته تشجعها ويلا واعملي. في ستات ثانيه برضو جامده شويه بتطلع اللي هي عانيته. ايوه بتطلع معاناه. هي قويه جدا، وكانت دايما تقول كان نفسي تبقي بنتي. فهي طبعا امي، لان انا امي ست قويه جدا، وهي اللي علمتني اللي انا فيه دلوقتي. وعندها اصرار وصبر وجلد، لان هي 8 اخوات، بابايا مات وانا عندي 8 سنين، فربت بقى وقوت وصعوبات ومشاكل وفلوس وكذا. فالحمد لله يعني هي الموضوع بيبقى صعب، بس الواحد بياخد منه ايجابياته. ازاي وصلت ان انا ادرب كابتن احمد كمال؟ طبعا ساندني كتير جدا ان انا اكلل ده بدورات تدريبيه. كان تقريبا بيدفع لي حاجات من الكورسات ويقول لي لا روحي واشتغلي واجتهدي. 2009 كان عندي 25 سنه، دي كانت اول تجربه ليا مع الولاد، وكان بدرب فريق او اكبر سني فيه 30 سنه. وكنت اصغر منهم، واخويا كان في الفريق. ازاي اطلعه بقى وازاي ابدله وازاي اعمل خطه؟ فكان ده صعب. قصه دي والمديرين الفنيين كانوا بيتريقوا عليا بقى، وكان ضرب طوب وشتيمه بس الحمد لله تفوقت عليهم بالنتائج، لان انا كل مره مش هقدر ارد. انت دربتي لعيبه مصريين؟ مصريين. هل فاكره موقف معين مع لاعب كوره كنت بتدربيه في نوع من انواع الاستهزاء يعني؟ في انت ست بتدربي؟ كان في لاعب اسمه انس في نادي ايديا الجلدي في الدرجه الرابعه منطقه الجيزه. فاكراه؟ لا ده حبيبي دلوقتي. ده هو اختلف ازاي؟ انا يعني ازاي قدرت اغير ده؟ فانا كنت نزلت اول تمرينه، طبعا اول حاجه الناس بتقعد تقول يا عم دي بنت ايه وكلام بقى، يعني احنا لعيبه كوره وفاهمين طبعا. فكان في تريقه صريحه، فدخل على قناه التلفزيون قال بنت ايه اللي هتضربني؟ حتى لو هتقول لي تعليمات صريحه انا مش عايزها. اسبوعين صريحه. واللي هو انا اجي اقول له روح يمين، فهو مش عايز، اللي هو عايز يقول اسكتي يعني. روح انت يمين، روح انت يمين ما تقفلهاش. فبعد كده دلوقتي الحمد لله بيكلمني يقول لي انا جاي لي مثلا نادي الاميريه ولا اروح نادي الشمس، العب مثلا سنتر باك ولا العب باك رايت، استنى شويه ايه اللي ناقصني في فتره الاعداد، ازود ايه، هل انا كان ادائي كويس في الماتش. والحمد لله لغايه دلوقتي على تواصل مع اللعيبه كلها اللي انا اشتغلت معاهم الولاد، لان المدرب
مش بس بيقدر يدير سيشن في التدريب او يقدر يقف على الخط يواجه اللعيبه، لا الحاجات السيكولوجيه وكل حاجه اللي بيحتاجها بره الملعب يقبلوا منك. طبعا دوره بره الملعب اهم. اخيرا اخر حاجه يسالك عليها، تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. تكريم الرئيس ده حاجه نقله كبيره في حياتي، لان هي اللي اقنعت عيلتي، لان انا جدي عمده وعمي شيخ بلد، والموضوع فيه يعني كان فيه صعوبه كبيره جدا ان رئيس الجمهوريه يبعت لي. انا قابلت الرئيس 3 مرات، الدعوه الاخيره اللي هي وسام الجمهوريه، العيله بقى بقت حاطه لي اللقاءات بتاعتي على التلفزيون في القهاوي وفي الكافيهات بتاعتي. صدقوا بقى خلاص. خلاص. ودلوقتي مثلا لو ابن عمي لسه متخرج من شرطه فبيكلمني بقى انا لازم نتقابل. كان قبل كده استخبوا بقى البنات والحاجات دي، فدلوقتي الحمد لله انت بتبقى يعني بتقدر تكلل ان البنات في العيله كلها بقى عندها شخصيه، ان احنا بعد شويه انا ام ومسؤوله وبناتي ام ومسؤولين، تبقي قدوه ليهم. بالظبط. مظبوط. فده خلى البنات كلها تروح في حته ثانيه، ودي الحاجه المهمه والرساله للبنات كلها. بالظبط. كابتن فايزة حيدر بجد نورتينا، وللأسف وقتنا خلص النهاردة. كلمة ست بميت راجل للأسف ما تلقش على أي بنت مصرية عندها شغف وحلم وعايزة تحقق. احنا مش محتاجين نبقى بميت راجل، الست وحدها تكفي طول ما عندها خطة وهدف. نورتينا كابتن، واتمنى لك كل التوفيق. استنونا بعد الفاصل، رجع لكم بالاستوديو التحليلي، ما تروحوش بعيد.